ست طالبة الخلع. ليه؟ عشان جوزها بيلعب في ودانها وهي نايمة. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم. أنا الواحد خلاص وصل لمرحلة جرب يتجنن فيها. الخلع. الخلع ده لازم نشوف له حل. الستات اتعفرت. الستات اتعفرت. أنا يمكن المبنى بتاع الشغل بتاعي جنبيه محكمة الأسرة. فبسمع من القضاة والمستشارين هناك ومن الموظفين قضايا خلع يشيب لها الولدان. الخلع ده يعني صحيح هو مبدأ شرعي وحصلت أيام الرسول وقال له ردي له الصدق يعني ماشي، بس لازم يتقنن ويتظبط، لأن الست زمان غير الست دلوقتي. الست زمان كانت صبورة وبتتحمل وعايزة تعمر وعايزة تربي ولادها. دلوقتي الست دلوقتي تقول لك أخد فلوسي من عينيه بالمحكمة، وأخد فلوس من البنك وأصرف على أولاد ويغور هو بده. ما بقتش الست زي زمان. أنا أحكي لكم واقعة حصلت في المحكمة الوصف. ست طالبة الخلع. ليه؟ عشان جوزها بيلعب في ودانها وهي نايمة. هما عايزاه يلعب فين؟ يعني الأستاذة نهى، مش هقول اسمها طبعا، وجاية التلفزيون وبتتكلم عادي جدا. هي طبعا ست لارج خالص، عايشة في التجمع الخامس، عندها عربيتها الفور باي فور، مكياج وميك اب اب وشغل وشعر اصفر ولبس. يمكن الطقم اللي لابساه مع الشوز مع الشنطه مع المكياج مع الكوافير اللي عاملاها مع لبسها كله ده ممكن يعدي 30 40 الف جنيه. ده في حساب واحد فقير زي حالاتي. ممكن يكون ستايل وحاجات اغلى من كده بكتير. ممكن تكون الشنطه بس واللبس والاكسسوارات اللي لابساها. المهم، طب انت عايز ايه يا مدام نهى؟ هتقرفني في حياتي، معذبني. ما فيش مره اشوفني نايم غير لما يلعب في وداني. ايوه بيلعب في وداني. انا بتلقائيه عاديه جدا، وانا اللي جوايا دايما ما بخبهوش. يعني هي بتقول لي سبب، انا شايفه ان هو من اتفه ما يمكن. يعني الفيلم بتاع الخلع ده بتاع، يعني الفيلم بتاع محامي خلع، الست الغنيه جدا كانت عايزه تخلع من جوزها عشان بيشخر. والله يمكن ده سبب يعني اهون من اللي بيلعب في ودني دي. لا وبتتكلم عادي، يقول لي ما يشوفنيش مره نايمه غير لما يلعب في ودني، عامل زي العيال الصغير. فانا شيء طبيعي بتلقائيه عاديه جدا، قلت له طب وانت كنت عايزاه يلعب فين؟ ما هو اللي مزعلك ان هو اختار ودنك هو اللي بيلعب فيها وساب اماكن تاني، ولا ايه اللي مزعلك من بيلعب في ودنك؟ تاني حاجه معروفه ان منطقه الاثاره عند اي ست او اي بنت هي المنطقه دي. فممكن يكون هو بيجهزك او بيهيئك لاقامه علاقه معاه بصفه انه جوزك، فشافك انت بتتمتعي ببرود غير عادي، فحاول ان هو يبذل مجهود شويه في تنشيط الجنسيه والتهابك نفسيا، و يعني تجهيزك لعلاقه حميميه بينه وبين بينك وبينه. قالت لا ده كل مره كده، مفيش مره. انت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ اقسم بالله بتكلم جد. عايزه تطلب الخلع عشان جوزها بيلعب في ودانها. ناهيك عن حالات كتيرة جدا قرينا عنها في السوشيال ميديا، اللي ما احتفلش بعيد ميلادها نسيه، واللي في الأعياد المواسم الغريبة والأعياد الغريبة دي ما جاب لهاش في الفالنتين الدبدوب. ايه الكلام الفاضي؟ دبدوب ايه؟ طب الدبدوب دي بيعملوها لما يكون واحد عايز يعلق بنت ولا يمشي معاها، بيجيب لها دبدوب في عيد الحب. لكن بعد الحب ما بيحصل وبعد الجواز ما بيحصل ما بيسألش فيها بكلب حد، مش بدبدوب. ايه هو ده؟ ما هو الخلع مش بتاع. والمشكله طب جوزك فقير؟ بالعكس، ده جوزي عنده مصنع في المنطقه الصناعيه وجايب لي عربيه وعندي 3 اولاد، بس انا زهقت منه. اي زهقت مني؟ ما تقوليش عشان بيلعب في وداني. لا والله ده بيعاملني كويس قوي. يعني فيش اي سبب غير كده؟ انتوا ممكن عارف ناس كتير جدا مستهيه في الموضوع، لكن انا واخده من منظور ايه موضوع الخلع. يعني تطلع عشان ما احتفلش بالفالنتين، يعني ايه اطلع عشان ما احتفلش بالهالوين، يعني ايه اطلع علشان ما قاليش صباح الخير، يعني ايه اطلع عشان ما جهزتش الفطار، يعني ايه اطلع عشان لما امي جات لي ما قابلهاش كويس، يعني ايه اطلع عشان مش عايزني اشتغل، يعني ايه اطلع عشان بيقول لي انت مو بلبيت. هو 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 كل الخلع كده عشان يزبها هيفه زي كده. اما زمان الزوجه اللي كانت بتتضرب وتتهان وبتتكسر ضلعها ويقول لك اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 ضلع، وكان الزوج بيذبح القطه لمراته، وكانت الست بتصبر تقول لك عشان ولادي اربيهم عشان ابغى تضل راجل.
دلوقتي السكة ما بقاش يهمها ضل راجل ولا ضل حيطة ولا أي حاجة خالص، بقى ضل الحيطة هو أهم من الراجل دلوقتي. إيه ده؟ إيه الأسباب دي؟ الخلع ما تعملش عشان كده. الخلع ده لما يكون العيشة بينك وبين جوزك وصلت لمرحلة اللعودة، خلاص مش طايقاه، مش متحملاه لأسباب حقيقية، البخل الشديد، عدم الإنفاق عليك وعلى أولادك، بيطلعك بره تتسولي، يعني أسباب كتيرة منطقية، لكن ما احتفلش بعيد الحب، ما احتفلش، ما جابلكيش في الهالوين هدية، ما خرجكيش تتفسحي، ما طلعكيش تروحي في الصيف تصيفي، ما جابش لبس للأولاد، ما جابليش أنا فستان جديد في عيد الأم، إيه الكلام الفاضي؟ وإحنا في مصر بنبص للحاجات الصغيرة دي. الأم مدرسة تتعلم ولادها وتربيه وهمها كله إنها تكبر ولادها تفرح بيهم، مش إن جثة بيلعب لها في ودانها. قصة إيه بيلعب لك في ودانك؟ أنت اختاري أحسن حتة عنده والعب له فيها. هو يلعب في ودانك وأنت لعب له في الحتة اللي تضايقه، شوفي بيتضايق منين ودخل إصبعك فيها. إيه كلمة الفضل؟ بيدخل إصبعك هنا، دخل أنت إصبعك في حتة تاني. هتقول له هعمل كده، هعمل كده. ويوم ما يعمل لك كده اعمل له كده، هو هيحرم يعمل كده لما لقيتك انت بتعملي كده. ونخلص من لا محتاجه خلع ولا غير، والقاضي عمره ما يقول لك كده. انا بقدم لك الحل اللي ما حدش هيقوله لك. انت متضايق ان جوزك بيحط صباعه هنا؟ انا هخليه حرم خالص. خليه هو نايم ويجي كده. هتقولي له هتعمل لي كده. وانت لو ليك ام او ليك اب كان قالوا لك كده. مش روحي تخلعي. تخلعيه ليه؟ حلها سهل. ما دام انت بتقولي راجل كويس وجايب لك عربيه ومعايش كويس وملبسك احدث الموضات وعنده مصنع في المنطقه الصناعيه وزي الفل، تطلع منه عشان كده؟ هو يعمل كده اعمل له كده واخلص. قوم يحرم يعمل كده، لكن نطلب الخلع عشان كلام الفاضي والاولاد والدنيا كلها؟ عشان كلام الفاضي بيلعب في وداني؟ سيبه يربط حاجه على وداني واسد وداني. شكرا.